القوى أكيد. الاخرى. هو انا هسال سؤال تاني بس حضرتك برضه ما جاوبتش على السؤال بتاع مراقبه الانتخابات، بس ماشي يعني دلوقتي. لا ايه مراقبه الانتخابات حضرتك؟ زي ما قلت حضرتك ان التوقيت يعني هذا الملف طبعا، يعني حضرتك فتحت هذا الملف، ولكن يعني لا على فكره بالنسبه لمراقبه الانتخابات انا اعتقد ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه والحكومه جاده بالفعل، ولجنه الانتخابات جاده بالفعل بتوفير رقابه محليه للانتخابات، وخاصه ان هذه الانتخابات بتتم تحت اشراف قضائي، وليس هناك مصلحه على ما اعتقد للاطراف الموجوده حاليا ان يكون هناك تزويرا في هذه الانتخابات. هو لا، مش خايف الحقيقه، انا شخصيا مش خايف من التسويد، عمليات التسويد والتزوير اللي كنا بنشاهدها قبل كده، ومتصور ان احنا لا مش هنملس. انا بتكلم في موضوع مراقبه المنظمات، انا بتكلم على كده على المراقبه، مش بتكلم على سير العمليه الانتخابيه محليا. انا بقول لحضرتك يعني ما فيش مشكله ان 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 انها تتاح الرقابه، وحاليا شفنا المجلس الاعلى وافق على ان المنظمات الخارجيه ايضا تيجي وتتابع الانتخابات بشكل شفاف جدا. اللي انا متخوف منه بصراحه شديده عمليات شراء الاصوات. ما دي بقى قصه ثانيه خالص هنتكلم فيها في حلقه ثانيه. طيب انا عندي بقى يعني تساؤل برضو حضرتك يا فندم، هو في تعارض شويه داخل هذا التقرير شخصيا، يعني في هذا التقرير مذكور بالتحديد كده انه يقتصر او مفروض ان النشاط السياسي يكون مقصور على الاحزاب، وده اللي مش بيتم في هذه المنظمات، دي حاجه. وحضرتك كنت لفتت النظر لمثال في اسيوط، الجمعيه في اسيوط كانت نشاطها اقتصادي، جمعيه رجال اعمال، وتوجهت للنشاط السياسي. لكن في نفس برضو التقرير حضرتك بتقول، ومش حضرتك بتقول كمان في التقرير مكتوب، ان في جمعيات هي اصلا معنيه بممارسه الانشطه السياسيه بشكل رسمي، وزي من ضمنهم ال 62 جمعيه اللي خدت البروجرام بتاع الديمقراطيه والحكم. الحاجه الثانيه كمان ان دلوقتي ما بعد 25 يناير، هو ايه المانع لما تكون جمعيه كان ليها نشاط لم تكن تستطيع ممارسه هذا النشاط لاي شكل من الاشكال، زي جمعيه اسيوط دي مثلا، انها بعد كده تمارس نشاط سياسي دلوقتي في هذه المرحله الحرجه والمهمه جدا على المستوى السياسي؟ ايه اللي يمنع؟ وعيد. هو القانون هو اللي بيحدد، مش انا اللي بحدد، يعني القانون هو اللي بيحدد، ولا حضرتك ولا انا اللي بنحدد. القانون الذي يحدد نشاط الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكوميه هو اللي بيحدد ايه طبيعه نشاط. فلما تبقى جمعيه واخده ترخيص على انها نشاطها غير سياسي وتمارس العمل السياسي، يبقى هنا خرقت القانون، تجاوزت. يعني هي مطلوبه تاخد ترخيص تجاوزت عشان تعرف تمارسه المفروض يعني؟ المفروض تمام. لو قررت تغير النشاط السياسي المباشر اساسا منوط بالاحزاب مش بجمعيات اخرى، لكن في نشاط سياسي اللي انا بقوله غير مباشر، يعني لما تعمل نوع من التوعيه السياسيه، نشر فكره المواطنه، نشر فكره التسامح، الحض على الحوار ما بين طوائف المجتمع وقواها المختلفه، وده عمل سياسي في الاساس، توصيفه سياسي، ده لا غبار عليه. لكن اللي يجب ان احنا نتوقف عنده ان زي ما حدث ان يعرض تمويل على مثلا مؤسس احد الاحزاب عشان الحملات الانتخابيه لهذا الحزب لما يخوض الانتخابات. هنا في تدخل مباشر وواضح في العمليه السياسيه الداخليه، وانت اذا انت بتدعمه في مواجهه احزاب وقوى سياسيه. هم ممكن يرد عليك ويقول لك احنا دلوقتي في مرحله ممارسه ديمقراطيه حره، ان ما فيش مانع ان لو انا جمعيه زي فريدوم هاوس مثلا ايديولوجياتها السياسيه بتتفق مع هذا الحزب نتدعم ومال. لا ده كلام عام، هو ممكن يقوله كلام. هو يقول بس ده كلام عام. الكلام شوف بمعنى ايه؟ لا يوجد بمعنى ان لا توجد دوله في العالم تسمح بتبرعات خارجيه بهذا الشكل. حتى الولايات المتحده نعم ده لا من الاول جايين دلوقتي نقول لا احنا ما سمحناش لتمويل احزاب بالمره. لا تمويل احنا سمحنا بالتمويل احنا اصلا احنا سمحنا يعني في كان في التمويل الامريكي اللي هو برنامج الحكم والديمقراطيه والحكم اللي هو ده برنامج واضح انه سياسي برنامج يعني. واضح وسياسي وسمحنا به في اطار معين وبمعرفه الجهات المسؤوله وبتراقب الجهات المسؤوله في سواء كانت وزاره الخارجيه او وزاره التضامن الاجتماعي وبتراقب طريقة انفاق هذا المال، يعني اللي بيتم اخده، كل جمعية خدت قد ايه وصرفته في ايه على وجه التحديد. فده مسموح به يعني. لكن حتى الولايات المتحدة الامريكية اللي هي من الممولين الكبار لمنظمات المجتمع المدني في العالم كله، بتفرض على اي تمويل اجنبي لمثل هذه المنظمات انه
يتم المنظمة التي تتلقى هذا التمويل تبلغ النائب العام لديهم بما تلقته بالغرض من التمويل، بالدفعات اللي بتيجي من التمويل، وبإنفاقه تم إزاي. استاذ عبد القادر، واضح النقطة دي. أنا عندي سؤال بقى شوية بعيد عن المنطقة دي شوية. فضل. احنا ماسكين في الجمعيات الأهلية والحكومية والغير الحكومية وازاي بتتمول من بره من قبل 25 وبعد 25، والحضرتك وشريف اتكلمت فيه. أنا عندي سؤال بقى تاني، هل في القانون المصري بيمنع أو ما بيمنعش مثلا تمويل أحزاب معينة؟ قانون الأحزاب يمنع التمويل الأجنبي تماما، حتى لو من العرب، حظر تمويل، حتى لو من أجنبي، العرب، أجنبي يعني عربي أجنبي. لا يوجد تمويل إلا تمويل. طب الموضوع ده حضرتك ليه ماسكين في موضوع يعني تمويل أمريكا بعد 25 يناير، والحضرتك اللي احنا عمالين نتكلم فيه من أول الفقرة، وليه سايبين التمويل الأحزاب اللي بيجي من بره يعني؟ لا ليه، ما هو حضرتك كل فتره مثلا موضوع قطر وموضوع حزب السنه وموضوع الكلام ده كله، احنا اتكلمنا في جمعيه انصار السنه، احنا اتكلمت فيها بشكل مؤسس. ليه حضرتك ما فتحناش في مصر، او النائب العام برضو ليه ما فتحش هذا الموضوع؟ ما هو هو اتفتح بس بطريقه غير مباشره، ان هذا التمويل لا ياتي بشكل مباشر، بيجي بطريقه غير مباشره وبطريقه مستتره. ما هو الناحيه الثانيه برضه بيقول لك يعني ان انا بمولك يعني بالجمعيات. حضرتك اللي انت بتقوله لي دلوقتي ان انا بمول جمعيات عشان تعمل ديمقراطيه وتعمل وتنشر الديمقراطيه وبشكل او باخر، وحضرتك بتقول متخوف ان هو يروح يمول ويشتري اصوات. طبعا تمام. طب ما هو نفس الحكايه الناحيه الثانيه، من ناحيه الاحزاب اللي هي مثلا يعني الاسلاميه ولا اللي بنسمع عنها، يعني انه في تمويل برضو جاي من بره بشكل او باخر عشان الناس دي تطلع. وطبعا انا لا انا ولا انت نقدر نجزم بده، ولكن اللي نقدر اجزم بيه ان هناك لجنه تقرير، لجنه التقصي الحقاقي، اهتم بهذا النوع من التمويل الذي ياتي بطريق غير مباشر، لانه رصد عددا من الجمعيات وذكر جمعيه بالاسم كان لافت نظره اللي هي جمعيه انصار السنه، وبالمناسبه هذه الجمعيه مرخصه ولدى وزاره التضامن الاجتماعي، ولكنها حصلت على تمويل ضخم وطريقه انفاق التمويل والفرق مبالغ ما قبل وما بعد هو بالزبط. اللي كان ملحوظ جدا، لو الملحوظ ايضا طريقه انفاق التمويل غير واضح. يعني في جزء قالت انه كفاله يتيم، جزء اغراض تنمويه عامه، وجزء غير واضح المعالم ذهب الى اين. هم بيقولوا دعم للفقراء وبشكل عام كده يعني، لكن شفافيه ووضوح في البرامج بالظبط. فهو المواجهة ده يتم بتفعيل قانون الاحزاب بشكل واضح. من يتلقى، اي حزب يتلقى تمويلا خارجيا، يجب ان يتم تطبيق القانون عليه. أكيد. وده يقتضي يعني بوضوح ايضا اللبس الموجود الان ما بين حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين ان ينتهي، وان تسرع جماعه الاخوان المسلمين بتوفيق اوضاعها في اطار القانون، حتى لا يحدث خلط ما بين اموالها واتجاهاتها واموال الحزب. ختاما يا فندم، كيف ممكن ان نخرج سريعا جدا، كيف ممكن نخرج من هذه الازمه والتساؤلات بدون تقليل او تشويه سمعه هذه المنظمات اللي المفروض يكون لها دور مهم جدا ولا اكيد مرحب بيها في مجتمعنا المصري في هذه اللحظه؟ هو طبعا هي مش ما نقدرش نعتبرها ازمه، ولكن هناك ظاهره حقيقيه تستحق التصدي لها وعلاجها، وهي ظاهرة الحصول على تمويل أجنبي. تحول هذا التمويل الأجنبي إلى نوع من المال السياسي، له غرض سياسي مباشر. لكن القانون هو الفيصل. لو فعلنا القانون، وأنا أقصد روح القانون وليس بنود القانون، لأن هناك جمعيات كانت ترفض القانون الحالي للجمعيات الأهلية وتخشى أن لا يتم السماح لها وتحصل على ترخيص في ظل النظام السابق. الآن بقى أصبح ممكنا، وأتمنى ألا تنتظر كثيرا صدور قانون جديد. أيضا الجمعيات الأخرى يطبق، التي حصلت على تمويل بطريقة غير سليمة وغير شفافة، يطبق عليها القانون. وللعلم هناك جمعيات، وانا كنت راصد في احد التقارير 62 جمعيه اللي حضرتك اشرت ليهم، دي جمعيات مرخصه وحصلت على تمويل بطريقه معلنه وشفافه وسليمه، لا يوجد اي مؤاخذات متعلقه بها.
كاتب الصحفي الاستاذ عبد القادر شهيب، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. وفاصل وراجعين، وراجعين مع شريف ودينا، وهنتكلم عن احداث الاسبوع كله اللي عمالين نقراها في الجرايد واخر المستجدات كتير قوي في الشارع المصري. كتير قوي قوي قوي.